دونك اون باس ا لا دوزيام بارتي. ننتقلوا للقسم الثاني غرامير التراكيب. لا بروميير كيسيون، السؤال الاول، جو سوليني لو غروب نومينال سوجي اي جونتور لو غروب فيربال دون لي فراز سويفونت. اذا طلبوا منا باش نسطروا على المجموعه الاسميه ديال الفاعل اللي هي لو غروب نومينال سوجي، وكذلك باش ناطروا المجموعه الفعليه اللي هي لو غروب فيربال في الجمل الاتيه. اذا باش نميزوا المجموعه الفعليه على المجموعه الاسميه، فالمجموعه الفعليه اللي هي لو غروب فيربال فهي اللي تشتمل على الفعل وما وراءه. اذا تبتدئ لنا المجموعه الفعليه تبدا لنا من الفعل ومراء الفعل، هذه تنسميوها مجموعه فعليه. اما لو غروب نومينال المجموعه الاسميه فهي اللي تشتمل لنا على الاسم او الضمير اللي سيكون في البدايه ديال الجمله. اذا نبداو نقراو الجمل اللي عطاونا. اذا عندنا الجمله الاولى لافراز ا، كمال ودغيري اي لو بروميير ماروكان ا انتغري لا نازا. اذا كمال الودغيري هو اول مغربي اندمج في مركز الفضاء الامريكي. الجمله الثانيه لا دوزيام فراز لا فراز بي، La famille marocaine accueille les invités. إذا العائلة المغربية تستقبل الضيوف. الجملة الثالثة لا فراز سي، طاهر بن جلون est un poète marocain. إذا طاهر بن جلون هو شاعر مغربية. الجملة الرابعة لا فراز دي، il travaille dans différents domaines. إذن هم يشتغلون أو يعملون في مجالات أو في ميادين مختلفة. Donc la réponse de la première question de la partie grammaire. جواب السؤال الأول من قسم التراكيب. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. إذن نسطر على المجموعة الإسمية ديال الفاعل ونأطر المجموعة الفعلية في الجمل الآتية. إذا عندنا الجملة الأولى لا فراز ا، كمال ودغيري اي لو بروميير ماروكان ا انتغري لا نازا. كمال ودغيري هو أول مغربي اندمج بمركز الفضاء الأمريكي. إذا أول حاجة تنحدو هي الفعل لو فيرب. فين هو الفعل في هذه الجملة؟ هو اي، اللي هو لو فيرب اتر على تروازيام بيرسون دو سانغولير. اذا ف لو غروب فيربال تنعرفو فهو تيبدا لينا من الفعل وما وراء هذا الفعل. اذا غادي ناطرو هاد المجموعه الفعليه اللي هي لو غروب فيربال، فهو تيبدا لينا من اي لو بروميير ماروكان ا انتغري لا نازا. هادي كلها مجموعه فعليه غروب فيربال. اذا نأطروا هذا المجموعه ثم ندوزو للمجموعه الاسميه ديال الفاعل اللي هي لو غروب نومينال سوجي، فهو اللي قام لنا بالفعل. اذا هو كمال ودغيري. كمال ودغيري هو
اللي تيدور عليه الفعل، هو اللي قام لنا بهذا الفعل ديال أنه أول مغربي اندمج بمركز الفضاء الأمريكي. إذا غادي نسطروا على كمال الود غيري اللي هي جملة أو مجموعة اسمية غروب نومينا. ثم ننتقل للجملة الثانية لا فراز بي. La famille marocaine accueille les invités. العائلة المغربية تستقبل الضيوف. إذا فين هو الفعل هنا في الجملة؟ هو accueille. إذا accueille هو لو فيرب استقبل. إذا المجموعة الفعلية عندنا هنا لو غروب فيربال هو accueille les invités. إذا تستقبل الضيوف، هذه كلها مجموعة فعلية ان غروب فيربال. تبقى لنا المجموعة الاسمية لو غروب نومينال فهو لا فامي ماروكين، العائلة المغربية، فهي مجموعة اسمية. اذا هي اللي قامت لنا بالفعل ديال الاستقبال ديال هاد الضيوف. اذا شكون اللي استقبل الضيوف؟ فهما العائلة المغربية. اذا هي المجموعة الاسمية. نسطرو على لا فامي ماروكان غروب نومينال. ثم ننتقلوا للفراز سي. طاهر بن جلون ايتان بويت ماروكان. طاهر بن جلون هو شاعر مغربي. اذا فين هو لو فيرب هنا؟ فين هو الفعل؟ فهو اي لو فيرب اتر على لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي. إذا عندنا المجموعة الفعلية كما تنقولوا، فهو هي اللي ستبدأ لنا من الفعل وما وراء هذا الفعل. إذا هنا عندنا المجموعة الفعلية هي اي ان بويت ماروكان، اللي هو شاعر مغربي. هذه كلها مجموعة فعلية ان غروب فيربال. إذا نأطروا اي ان بويت ماروكان اللي هي ان غروب فيربال، مجموعة فعلية. ثم شكون هو اللي قام لنا بالفعل هنا؟ فهو طاهر بن جلون. إذا طاهر بن جلون هو لي شاعر مغربي. إذا غادي نسطرو على طاهر بن جلون اللي هو المجموعة الإسمية ان غروب نومينال سوجي. ندوزو الجملة الرابعة لا فراز دي. il travaille dans différents domaines. إذن هم يشتغلون في ميادين مختلفة. إذن هنا فين هو الفعل؟ فين هو الفعل؟ هو travail، يشتغلون أو يعملون. إذن فالمجموعة الفعلية هنا le groupe verbal هو تبدأ لنا من الفعل اللي هو travail، يشتغلون dans différents domaines، لأن يشتغلون في مجالات أو ميادين مختلفة. هذه كلها مجموعة فعلية ان غروب فيربال. إذا نأطرو travail dans différents domaines اللي هي ان غروب فيربال، مجموعة فعلية. تبقى لنا شكون اللي قام لنا بهذا الفعل ديال الاشتغال في الميادين المختلفة؟ هو il اللي هي la troisième personne du pluriel، اللي هي لو غروب نومينال سوجي. اذا نسطرو على ايل اللي هو الضمير اللي قام لنا بالفعل ديال الاشتغال في الميادين المختلفه. اذا فايل فهي مجموعه اسميه، غادي نسطرو عليها على ايل اللي هي لو غروب نومينال سوجي. Donc on passe à la deuxième question. Je remplace le groupe nominal sujet par le pronom personnel convenable il, elle, il et elle. Et donc, nous allons maintenant s'abdlo ou باش نغيرو المجموعة الاسمية ديال الفاعل بالضمير الشخصي المناسب. إذا عطاونا il اللي هي la troisième personne du singulier،
اللي هو وعطونا ال اللي هي لا ترويزيام بيرسون دو سينغولير فيمينا اللي هو هي، وعندنا لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال اللي هو il، وعندنا لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال فيمينا اللي هي ال هن. اذا عندنا الجمله الاولى لا فراز ا، حكيم زياش اي كونسيديري كوم لا دي ميور جوور ماروكان. اذا حكيم زياش يعتبر من افضل اللاعبين المغاربه. اذا مطلوب منا نستبدلو لو كوب نومينال سوجي اللي هو المجموعه الاسميه بالضمير المناسب. ثم لا فراز بي الجمله الثانيه، ساغا بالعالي تخافاي او سان دو لانستيتو دو مسيو غاولت. إذن سارة بالعالي تشتغل في المؤسسة ديال السيد راولت. إذن هنا مطلوب منا نستبدلو لو كروب نومينال سوجي اللي هو المجموعة الإسمية ديال الفاعل بالضمير المناسب. Donc la réponse de la deuxième question, جواب السؤال رقم 2. Je remplace le groupe nominal sujet par le pronom personnel convenable. Il, elle, il et elle. إذن مطلوب منا نستبدلو المجموعة الاسمية ديال الفاعل بالضمير الشخصي المناسب. هو اللي هي إيل وآل هي، وإيل اللي هو هم، وآل اللي هو هن. إذا عندنا الجملة الأولى la phrase A، حكيم زياش est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains. إذا حكيم زياش يعتبر من أفضل اللاعبين المغاربة. إذن هنا فينا هو لو كروب نومينال سوجي، فينا هو الفاعل. فكما قلنا فديما خصنا نشوفو الفعل بعدا، أول حاجة نشوفو الفعل فينا هو لو فيرب فينا هو في هاد الجملة هو إي، هو لا تخوازيام بيغسون دو سينغولييي اللي هو إي دو لو فيرب إتر. إذن هنا فالمجموعة الفعلية فهي كما قلنا تتبدا من الفعل اللي هو لو فيرب être اللي هو لو فيرب اي. اذا اي كونسيديري كوم لان دي ميور جوور ماروكان، يعتبر من افضل اللاعبين المغاربه. فهذه كلها مجموعه فعليه ان غروب فيربال. هما شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا المجموعه الاسميه اللي هي لو غروب نومينال سوجي. اذا بقات لينا هنا بقى لنا شكون اللي قام بهذا الفعل ديال الاعتبار ديال انه من افضل اللاعبين المغاربة، فهو حكيم زياش اللي هو لو غروب نومينال سوجي اللي هو اللي قام لنا بالفعل. إذن حكيم زياش فهو لو غروب نومينال سوجي المجموعة الإسمية ديال الفاعل. إذن هما طلبوا منا الآن باش نغيرو أو نستبدلو هاد لو غروب نومينال سوجي المجموعة الإسمية ديال الفاعل، خصنا نستبدلوها بالضمير المناسب هو لو برونوم بيرسونيل. اذا عطاونا هما ايل و ال في لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي، وعطاونا ايل و ال في لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال. اذا هنا عندنا حكيم زياش فهو سينغولي فهو مفرد، ثم فتنحدو انه مفرد فهو سينغولي. ثم ثاني حاجه تنشوفو واش فيمينا او لا ماسكولا، واش هو مؤنث او لا مذكر. فحكيم زياش بطبيعة الحال فهو مذكر، فهو اسم مذكر. إذن فتبع لذلك فغادي نحدو لو برونو بيرسونيل اللي هو لا تخوزيام بيرسون دو سينغولييي اللي هو ماسكولان إيل. إذن فهي اللي غادي ترجع لنا على حكيم زياش، لأنه فهو مفرد ومذكر فهو ماسكولان سينغولييي.
إذن غادي نوضعو إيل اللي هو هو. إذن غادي تكون الجملة كالتالي: Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains. إذن هو يعتبر من أفضل اللاعبين المغاربة. ندوزو للجملة الثانية، لا فراز بي: Sarah Belali travaille au sein de l'institut de Monsieur Raoult. إذن سارة بالعالي تشتغل في المؤسسة ديال السيد راولت. إذن تهنا غادي نشوفو فين هو الفعل، فين هو الفعل في هذه الجملة، فهو travaille، هو الفعل travailler، يشتغل. إذن فالمجموعة الفعلية في هذه الجملة لغوب verbal فتبدأ لنا من travaille au sein de l'institut de Monsieur Raoult، تشتغل في المؤسسة ديال السيد راولت. هذه مجموعة فعلية. قالينا نشوفو شكون اللي قام بالفعل في الجملة، فهو سارة بالعالي. يعني سارة بالعالي اللي ستشتغل لنا في المؤسسة ديال مسيو أو السيد راولت. إذن فسارة بالعالي فهي سيتان غروب نومينال سوجي، فهي مجموعة اسمية سارة بالعالي. إذا محددنا دابا المجموعة الاسمية، فبقى لينا نشوفو هاد المجموعة الاسمية واش هي مفرد أو لا جمع، واش هي سينغولي أو لا بلوريل. فسارة بالعالي فهي مفرد، فهي إذا سينغولي. تاني حاجة غادي نشوفو واش هي مؤنث فيمينا أو لا ماسكولين مذكر. فسارة بالعالي فهي مؤنث، فهي فيمينا. إذن فعندنا هنا فعندنا سينغولي فيمينا، إذن غادي نستبدلوها بال لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي فيمينا. إذن الضمير الغائب المفرد المؤنث اللي هو هي. إذن غادي تكون عندنا ال ترافاي au sein de l'institut monsieur Raoult. إذن هي تشتغل في المؤسسة ديال السيد راولت.